كابتن فتحي ما شاء الله يعني مشوار كبير في التدريب سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر، هتكلم عن المشوار ده، لكن عايز يعني اتكلم عن الفتره الحاليه. كابتن فتحي مبروك هو مدير لجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي، كلمنا اكتر عن طبيعه اللجنه دي وعملها داخل النادي الاهلي. هو طبعا طبيعه اللجنه دي، يمكن طبعا انت عارف كان كابتن الخطيب ويمكن لجنه التخطيط اختاروني لهذا الموقف بعد ما عديت سنتين في قطاع الناشئين. والحمد لله اشتغلنا بارتياحيه، واشتغلنا في الاول اشتغلنا كويس قوي، ولكن تبع ظروف الكورونا والظروف بقى اللي كانت دائما بتحيط بينا يمكن خلت الامور بقت صعبه جدا بالنسبه لنا. انت عارف برضو القطاع الناشئين يمكن السنه دي عمل دمج للفرق، في فرق كتير قوي، يمكن في لعيبه كتير مشيت، حوالي 150 لعيب من النادي الاهلي. عمليه دمج الفرق برضو ساعدت ان انت اللعيب اللي لازم تجيبه او الكشافين اللي لازم يجيبوه لازم يكون على مستوى اعلى من اللي موجودين. فطبعا دي قليل جدا اللعيبه اللي اخترناهم من خلال لجنه المواهب لقطاع الناشئين. في لان المكشفين جابوا لنا لعيبه كتير جدا كتير جدا، ولكن المستوى لا يناسب النادي الاهلي، واللي كانوا موجودين في النادي الاهلي افضل بكثير. عشان يعني كده ما يعني ما تقدرش النهارده، ما تقدرش تقول النهارده ان في 20 30 واحد، لا ده النهارده يوم عدد هتلاقي 4 5 بالكتير قوي دخلوا قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وانتوا بتلفوا وبتشوفوا يا كابتن فتحي، وما شاء الله لجنه كبيره بتغطي، بتجيب صعيد مصر للشمال لكل حته في مصر، المواهب ما زالت موجوده ولا العمليه قلت عن زمان، ولا لسه برضو ما في يعني رايحك في المواهب الموجوده؟ لا المواهب قلت، المواهب قلت عن زمان. طبعا خلينا نتكلم بواقعيه، المواهب قلت قوي. وقليل جدا ان تلاقي حد النهارده، الموهبه دي حاجه بتاعت ربنا، الموهبه النهارده دي حاجه مهاريه. انت بتحكم على اللعيب النهارده موهبه ازاي؟ مهاري. تلاقي لعيب مهاري، لعيب عنده الحاجات اللي طبعا تكتيك كره القدم والاسلوب كره القدم والفنيات بتاع كره القدم تلاقيه على مستوى عالي حتى هو صغير بيبان قوي، ولكن المواهب قلت جدا جدا. انت بتاخد دلوقتي اللعيب لو عنده عنصر من العناصر سواء القوه او سواء السرعه، مميز في الطول، مميز في التكوين الجسماني، فدي العناصر اللي انت شغال عليها، الا اذا كان واحد بقى موهبه زي ما بتقول كده يعني فلته، ده اللي بنقدر برضو نجيبه يعني.